في حقيقة بالنسبة لي هذا شرف لي كبير في هذا المهرجان اللي الدور هذه كتاخذ الاسم ديالي، وفي نفس الوقت هذه فرصة لي باش نتلاقى مع الأصدقاء والفنانين والجمهور المغربي، وحتى بحال هذه المهرجانات اللي هما كيكونوا في المدينة ديالي اللي أنا ولد الدار البيضاء، دونك كنحاول ما أمكن نكون حاضر فيهم بقوة، كنشجعهم لأن المدينة الدار البيضاء فيها جمهور كبير بزاف كبير، وفيها محبين ديال السينما المغربية سيرتو. حتى بالنسبة لهذا المهرجان اللي كيخصص يعني كيتخصص الأفلام القصيرة اللي فيها مخرجين شباب اللي عاد بداو في السينما وهذا، واللي باغين يفرضوا الوجود ديالهم، باغين يبينوا حتى القدرات ديالهم وهذا. أنا كنشجعهم بزاف لأن حنا محتاجين بحال هاد المخرجين، لأنهم هما غادي يكونوا بيان سور إلى وسط من هاد 16 فيلم قصير خرجوا لنا غير واحد جوج ولا ثلاثة ديال المخرجين أكفاء اللي غيزيدوا بالسينما المغربية ويعاونوا حتى هما في السينما المغربية، هذا غيكون ربح كبير 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 بزاف لينا. بالنسبة للتكريم، لأن هو بالنسبة لي أنا باقي كنظن بأنني مازال ما عنديش لاج باش نكون زعما باش نتكرم في مهرجانات، ولكن فرحت بزاف لأنهم المنظمين ديال المهرجان ولا على رأسهم السي محمد رداني اللي كان اتصل بيا، وكنت فرحان بزاف بزاف لأنه يعني فرحني في نفس الوقت وهذا، و يعني دار ما امكن انه باش يكونوا حاضرين الاغلبيه ديال الفنانه في المهرجان، ولا باش يكونوا الاغلبيه في نفس الوقت الاغلبيه يكونوا مكرمين ويكون فرحانين بهم وهذا. بالنسبه لي انايا التكريم الثاني ديالي في المشوار ديالي، وفرحان به بزاف، وكنظن انني باقي مازال باقي ندير السينما، ومازال باقي ندير بزاف الحوايج اللي بوتيتخ باغ لا سويت تشوفوا الأعمال الأخرى الجديدة ديالي إن شاء الله.